مساء الخير، مساء النور. مساء النور، طويل العمر. هلا، مرحبا يا فواز، كيف مرحبا يا طويل حالك؟ العمر. بخير يا طويل العمر، ما دام تحت رايتك دكتور بخير. أدوبة، كيف حالك؟ الله يسلمك، طال عمرك بخير ونعمة، الحمد لله. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، نلتقي الآن ونتلقى الآن مكالمة مرئية على الهواء مباشرة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يوجه فيها جلالته كلمة سامية لأبنائه الطلبة والطالبات عبر برنامج مجتمع واعي باستخدام تقنية الاتصال المرئي. أهلا بكم سيدي. شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أبارك الجهود الطيبة للقائمين على هذا البرنامج الهادف الذي يتميز بطرحه وتناوله للمواضيع التي تهمنا جميعا في مواجهة هذا الوباء العابر بإذن الله. وبالنيابة عن الجميع، يطيب لنا أن نجدد الشكر الخالص والامتنان العميق لولي عهدنا الأمين على متابعته الحثيثة وإدارته لفريق البحرين في التعامل مع متطلبات الظرف الراهن باستباقة للعديد من الإجراءات العلاجية والاحترازية ذات الكفاءة العالية، والاستمرار في التعامل المسؤول مع مخاطر الوباء للقضاء عليه بعون من الله، مع تقدير الكبير لفريق البحرين الطبي على جهوده التي تصل الليل بالنهار وبنتائج ترتقي لمستوى الحدث. ولا يسعنا هنا إلا أن نسجل التقدير إلى حكومتنا الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والتي تبذل الغالي والنفيس لخدمة الوطن العزيز. أبنائي وبناتي، إنها لفرصة طيبة أن أتواصل معكم من موقعي كولي أمر وأب محب عبر هذا الاتصال المرئي الذي أتاحه لنا هذا البرنامج، للاطمئنان على سير تعليمكم وتحصيلكم العلمي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر على العالم أجمع وتتصدى لها بلادنا بكل عزيمة وصبر وثبات. ولقد علمت أن شؤونكم الدراسية على خير ما يرام ولله الحمد، ولقد كنتم أيها الأبناء في مقدمة أولوياتنا لحمايتكم والمحافظة على سلامتكم منذ اللحظات الأولى لاحتواء هذه الجائحة، واتخاذ كل ما يلزم لاستكمال عامكم الدراسي بسلاسة وأمان ونجاح، ولمواصلة القيام بواجبكم بجد واجتهاد، وأني على يقين أنكم ستحققون النتائج المرجوة كما العهد بكم، وأنها لفرصة طيبة نتوجه فيها بالتحية والتقدير للأساتذة الأفاضل من معلمين وإداريين على سعيهم المخلص لاستمرار العملية التعليمية عن بعد وعلى أفضل وجه ممكن. وتذكروا أيها الأعزاء بأن أعضاء فريق البحرين كانوا في مثل مواقعكم الدراسية
وسيأتي ذلك اليوم بتوفيق من الله ونتيجة لاجتهادكم لتواصلوا مسيرتهم في خدمة الوطن وعلو شأنه في مختلف الميادين. وفي مثل هذه الظروف يتحتم علينا أن نلتزم بنهجنا الوطني القويم في حماية وتقديم المصلحة العليا للوطن، وهو أمر ظاهر للعيان في سلوك أهل البحرين الكرام ببذلهم المخلص وانضباطهم الذاتي ووعيهم المسؤول، وصولا إلى بر الأمان والشفاء التام وبعودة الحياة لسابق عهدها بعون الله تعالى. ولا يبقى أمامنا بعد الأخذ بكافة الأسباب إلا بالتوكل على الله عز وجل واللجوء إليه وبتقوية الإيمان واليقين بقدرته على رفع هذا البلاء عن المسلمين والعالمين، وأن نلهج له بالدعاء المخلص بحفظ الجميع من كل شر وضر، وبالتوفيق لكل ما فيه الخير والاطمئنان لبلادنا وأهلها ومن له حق علينا. ولا يفوتني في ختام حديثنا هذا أن أتوجه للجميع بتهانينا الخالصة بقرب حلول شهر رمضان المبارك الذي نتحرى في قدوم بشائر الخير والفرح، وإن كانت ظروفه مختلفة هذا العام، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم فضله وبركاته، وأن يعوده علينا وعلى الأمة الإسلامية والجميع بأفضل حال. إنه سميع مجيب الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، نتوجه باسمي بأسمى آيات الشكر والتقدير باسم شعب مملكة البحرين عامة ووزارة شؤون الإعلام وبرنامج مجتمع واعي بشكل خاص إلى مقام جلالتكم لما خصيتمونا به من شرف اللقاء. سيدي جلالة الملك، قربكم من الشعب ليس بالأمر المستقرب، فلطالما جسدتم نهج الخير والعطاء والإنسانية الراسخ بسعة صدركم ونفاذ بصيرتكم وطولة بالكم وحكمتكم. وبفضل رؤيتكم الثاقبة شهدت البحرين في عهدكم سيدي جلالة الملك المفدى تطورات يشهد لها القاصي والداني، ورصيد كبير من الإنجازات في مختلف المجالات. سيدي جلالة الملك المفدى، نفتخر دوما بقيادتكم، فأنتم الذخرة والسند في كل المواقف والتحديات، ونعاهدكم سيدي بأننا سنثبت الوفاء لجلالتكم ونرد ولو جزءا من الدين بوقوفنا مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتموها في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا.